الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا من بعد الفاصل، عفوا يعني كان في خطأ فني. نرحب مجددا بفضيلة الشيخ الباحث الإسلامي بالأزهر الشريف الشيخ عبد الرحمن علاء، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بك سيدي. كما نرحب بفضيلة الشيخ الحسين عبد الحميد، أهلا وسهلا بحضرتك. نرحب بالمفكر العظيم رفاعي محمد اللساني، أهلا وسهلا بحضرتك. نكمل معك المسيرة فضيلتك، يعني عاوزين منك يعني حاجة كده من الحاجات الخاصة اللي بتاعتك يعني. تمام تمام، فتفضل. في يعني كده أشعار كتبتها أنا في الغزل العفيف، يعني لو تحب تسمعها. تفضل. يا واصد الأبواب لقلب أنت تملكه، علام الخصام وعشقي لك أنت تدركه، ماذا جنى عاشق لروحك كي تهلكه، أم نسيت قلبا كنت تذكره، ما كنت أظن جفاك لجسد أنت روحه، ماذا جنى عاشق لروحك كي تعذبه، وعشقي لروحك أنت ناظره، ما كنت تقسو على قلب ورقة قلبك ما يعهده، ألا تخرج من الأشواك إلى بستان أنت ورده، وللصباح وللضياء وللفجر أنت خده، فلا تضيع العمر ومن حبيب عنك تبعده، يا حبيبا للروح ولقلب أنت تسكنه، ماذا جنى عاشق بك وبهجرانك تمزقه، أيرضيك فكرا حار أيرضيك قلبك وتحجره، أشكوك صدرا ضاق تنهده، وأشكوك قلبا بيديك تجرحه، وأشكوك ليلا أنت تؤرقه، يا نور الحياة عهدي بك أنت تحفظه، فلما البعاد وعشقي لروحك أنت تدركه. من المقصود في الأبيات هذا؟ حتى يعني لا يفهم خطأ. يعني هي أي فكرة مثلا حلوة كذا مثلا كذا أنت بتكتب عليها أو أي حاجة أنت يعني. كان هدفك إيه لما كتبت يعني؟ كان يعني بالأبيات دي تقصد من يعني؟ سيدنا رسول الله أم المدينة المنورة أم مكة أو؟ يعني بقصد الفكرة نفسها، الفكرة أي حاجة جميلة. الله. يعني الفكرة نفسها. نعم. ضفت عليه. ولا أجمل من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ الحسين عبد الحميد، متعنا كده شوية كده. هتقول لنا ايه ان شاء الله؟ حضرتك تحب ايه؟ اي حاجه كده منك حلوه ان شاء الله. ماشي. نفس التايب. ماشي نفس التايب. ماشي تفضل. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الله يفتح عليك يا سيدنا. نرجع للمفكر الإسلامي أو المفكر رفاعي اللساني. يا سيدنا يعني أنت حدثتني في عندي أبيات يعني كتبها ابن الرومي، وفي أبيات تانية لسيدنا علي بن أبي طالب. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. الله، شوف كده يا أخوانا، يعني ده من طيب الكلام يعني من الكلمة الطيبة. تفضل. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري
إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يقول برضو أيضا ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، عدوك من صديقك مستفاد، فلا تكسرن من الصحاب. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. وأفضل الناس على وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. نعود للباحث الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الرحمن علاء. يا مولانا، يعني نريد من فضيلتك أن تحدثنا كيف كان السلف الصالح والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى يتعاملون مع الناس، وكيف كان كلامهم ولين أفعالهم؟ نعم يا سيدي، أولا احنا قدوتنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم إذ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث القائل فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، لو احنا اردنا ان يعني نستعرض ما كان يفعله سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع الناس ومع الكلمة، اولا مرة سيدنا عمر بن الخطاب يعني يسير في الشارع فوجد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، فوجده يمسك لسانه، قد يعني أخرج لسانه ومسكه وأمسك به، فقال له سيدنا عمر: ماذا تصنع؟ ماذا تفعل يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين؟ فقال له: هذا الذي أوردني الموارد. يا الله، يعني اللسان وده مين؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. عشان كده في صحابي جليل يعني أتذكر أنه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. ولذلك كان يقول: يا لسان، يعني ينصح لسانه ويكلمه: يا لسان، كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وفي قصة جميلة، يعني هذه القصة حدثت بين سيدنا أنس بن مالك وهو من الصحابة الكرام، وبين الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم هو تابعي. والفرق بين الصحابي والتابعي أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا بما أنزل على النبي، أما التابعي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بن مالك يا مولانا رأى الربيع بن خثيم ذات مرة وهو من التابعين، فقال له: لو رآك رسول الله لأحبك، لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافك لأحبك. فالرجل يعني تعجب وسأل يعني لماذا، فقيل أن الربيع بن خثيم قيل أنه ما تكلم بكلام الدنيا 20 سنة. يا الله، 20 سنة لا يتكلم الله. إلا بالكلام الطيب، وإحنا عنوان الحلقة الكلم الطيب أو الكلام الطيب أو الكلمة الطيبة، فهذه دعوة إلى أن نعامل الناس بحسن وأن نعامل الناس بلطف، ورب كلمة يعني تجبر بخاطر إنسان، وما أحوجنا في هذا الوقت، و يعني الأقربون أولى بالمعروف وأولى الناس بالكلمة الطيبة. وقولوا للناس حسنا، هذا دعوة من الإسلام الشريف، أن يعني أن نحرص على أن يعني أن لا يخرج من فمنا إلا الكلام الحسن. وقولوا للناس حسنا، وأولى الناس بالكلام الطيب هم أهل البيت، الزوجة والأم والوالد. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا، وأن يرحم من مات منهم، اللهم آمين. اللهم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كان سيدنا لقمان الحكيم رضي الله عنه أرضاه أمره سيده أن يذبح شاه وأن يأتي بأطيب ما فيها، فأتى بالقلب واللسان، ثم أمره بعد ذلك بذبح شاة أخرى وقال له: ائتني بأخبث ما فيها، فأتى بالقلب واللسان. فسيده بيسأله: أنت يا لقمان قلت لك إن اذبح شاة وائتني بأطيب ما فيها، فأتيت بالقلب واللسان،
واذبح شاه وائتني بأخبث ما فيها فأتيت بالقلب واللسان. طب ليه؟ فقال لقمان الحكيم يا سيدي إذا صلح اللسان إذا صلح القلب واللسان فكان أفضل ما في البنيان، وإذا فسد القلب واللسان كان أخبث ما في الإنسان. نعود إلى المفكر رفاعي اللساني، أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. أنا كنت عايز أضيف برضو يعني في الكلام الطيب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، يعني قال من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم، هذا من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتعامل الله مع وسلم. من أصبه العداء يعني لم يسب ولم يلعن مع إنهم يعني اعتدوا عليه فالكلمة الطيبة لها الأثر النفسي، يعني هو أعطاهم الأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من منبص للكلمة بل الطيبة بل وعفى عنهم ذهبوا فأنتم انطلقوا. ولما يعني في البداية قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني الكلمة الطيبة هنا بنستفاد منها العفو عند المقدرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا قدوة فيه. الكلمة الطيبة برضو بتدي الأمان الواقع النفسي على سماعها، بتدي راحة نفسية، بتدي سرور في الوجه وراحة في الصدر. كثير مننا احنا ببص الكلمة على أساس إن هي في الصدقات مثلا عايز يزود حسنات أو وعايز مثلا يكثر حسناته، لكن احنا لو بصينا للكلمة الطيبة من ناحية الأثر النفسي، يعني هي بتعملها في الإنسان نفسه. حتى الجنين يعني ذات نفسه لو يعني جنين في بطن أمه لما تكون الأم يعني الحالة النفسية بتاعتها مرتاحة كده، فده بينعكس على الأثر وعلى الجنين نفسه في بطن أمه. بخلاف برضو كده في التعامل برضو في الشغل أو في الشارع أو مع الرؤساء في العمل أو مع الـ نعم الـ نعم الأصدقاء في يعني في تعاملاتنا اليومية. طب انت كنت قلت لي يعني ان انت كاتب قصيده، في قصيده عن الشهداء الله يرحمهم، شهداء خاصه بها انا شهداء العسيرات وشهداء عموما يعني، بس شهداء الجيش برضه تبارك وتعالى ان ينفعنا بهم وان يرحمهم شهداء الجيش في يتقبلهم في الصالحين يا رب العالمين. امين رب العالمين. ففي هنا كان من شهداء العسيرات وممن سبقهم من الشهداء اجمعين، يعني من شهداء العسيرات شهيد عبد الرحمن جمال احمد خليل سرور. احنا بنتكلم عامة بس انا يعني في اللي انا كتبتها كانت الفترة دي في والشهيد حسام حسن ابو السعود تمام، والشهيد مدحت ابو بكر قعود، والشهيد مصطفى رضوان الجزاز، ومن سبقهم من الشهداء عموما الذين دافعوا عن الوطن تمام. فانا بقول فيها يا عبد الرحمن قد فزتم بجنان الرحمن وجمال الحور جزاء، حقا قد ثقل الميزان، قاصرات للطرف لم يطمسهن انس قبلكم ولا جان، واحمد نبينا بالحق جاء بشيرا ونذيرا للانام، خليل للانبياء قد صرت وخسئ كل جبان، وبالسرور والسعد قد اقبلتم الى فردوس الرحمن، وابو السعود حسام يقطع عنق الشيطان، ومدحة رفيق ابا بكر في جنات ورضوان، فخرنا وعزنا وشرفنا مرفوعة بكم هامة الأوطان. بارك الله فيك. الشيخ الحسين نريد من فضيلتك يعني أنك تقول حاجة كده في سيدنا الحسين بمناسبة مولده الشريف رضي الله عنه وعن آل بيت سيدنا رسول الله، ومصر يعني شرفت بقدوم سيدنا الحسين. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الرحمن في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني عاوزينك كده تمدح كده حاجة في سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه. نقول حب الحسين وسيلة السعادة. الله حب الحسين وسيلة السعداء، حب الحسين حب الحسين وسيلة السعداء، وضياءه قد عم في الأرجاء، حب الحسين
حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء. سبط تفرع منه نسل المصطفى سيدنا الحسين وأضاء مصر بوجهه الوضاء فهو الكريم ابن الكريم وجدته المصطفى سيد الشفعاء. يا آل طه بيت محمد لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. في إطار نص دقيقة ما هي الأعمال الكتابية اللي في إطار دقيقة بس؟ حضرتك أنا كتبت كتاب الرحلة من الأقدار الحجازية إلى الأقدار المصرية وكتبت كتاب ثاني اسمه أولاد حمزة وكتبت رواية اسمها مملكة فيرة وكتبت رواية ثانية اسمها الدبابير واكتب بعض الأشعار يعني. بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الرحمن. في إطار دقيقتين بالضبط يعني نريد منك أن تحدثنا عن سيدنا الإمام الحسين في إطار دقيقة. نعم سيدي. أولا الله تبارك وتعالى يعني تحدث عنهم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأحاديث كثيرة قوي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن فضل آل البيت، ويكفي آل البيت شرفا وفخرا أننا نصلي عليهم في كل صلاة، فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي على آل البيت ونترضى عنهم بمفهوم السنة، لسنا نغالي في حب آل البيت الكرام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب الحسين وأبغض الله من أبغض الحسين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القائل عن الإمام الحسن وعن الإمام الحسين: هما ريحانتي من الدنيا. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يعني رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، سيدنا النبي نظر إليهما مرة وقال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقد شرفت مصر بقدوم رأس الإمام الحسين. وهذا أمر ثابت كما يعني أثبته بعض العلماء وأثبت بمحاضر هنا في مصر أن رأس الإمام الحسين أتت إلى مصر. ومن المعلوم للجميع أن السيدة زينب رضوان الله تبارك وتعالى عليها أتت إلى مصر، وهنا في مصر يعني مراقد لكثير من آل البيت الكرام، يعني تجاوزوا أكثر من 40 من آل البيت الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونفعنا الله بهم اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. التقينا على خير وفي خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.